عقبال ما نفرح بدينا يا خالتي نجاه. نفرح بيكي الاول يا ابله عيشه. ابله الكلام ده كان ابله ليه حبيبتي؟ شايفاني واقفه في الفصل بالخرزانه بضرب في العيال وبقول قيام وجلوس؟ بلاش انت يا رفارف عشان انا فهمكي كويس. علي يا موقوسه هنا. يعني كان لازم تتسحبي من لسانك وتقولي لها يا قابله؟ هي قالت لك يا رفارف. دي مكده مني عشان ما عندهاش زيهم.